عليكم ورحمة الله، حياكم الله كاملين. كنطلب الله كلكم تكونوا بخير وكلكم تكونوا لاباس. دائما في المواضيع اللي كتهمني وكتهمكم وكتهم الشباب، رسالة نوجهها ليا ونوجهها ليك انت ولا انت، في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف ديال البنيتات وديال الوليدات هداهم الله في هذا رمضان هذا، وان شاء الله يدخلوا عيوليو ويصليو باذن الله عز وجل. وبزاف ديال البنات، وهذا نتكلموا اليوم على كشف العوره ديال المراه او كشف العوره ديال الرجل. انت اخويا اللي عتعرى على واحد السيده وعتبين عليها بادرك وعتقول انا كنبين الجسم ديالي، وتا هي مني عتبغي تعرى تنتقدها انت؟ لا، إذا كنت تعاد تعرى وتبين ببادرك لواحد السيدة اللي أصلا عندها واحد شهوة ولا عاد تشهاك بها هي، فما خاصناش نلوموها هي، خاصنا نلوموك أنت، لأنك أنت البادي والبادي أظلم. وكذلك بالنسبة لديك الأخت مسكين اللي كتعرى، راك شي حرام أختي، رمضان هذا، أنت أخويا ما تفتنش العيالات، وأنت يا أختي ما تفتنيش العيالات، الرجال، الله يجزيك بخير. باش كل الامور مزيانه، لان لو كنتي كتصلي اختي وسولتك، كنتي كتصلي قلت لك واش كتصلي بالدره ديالك، كتقول لي كنصلي بالدره ديالي، ولا سولتك علاش قلت تقربا الى الله وخوفا من الله وطاعه لله عز وجل، وملي كتخرجي للزنقه كتحيدي الدره ديالك وتخرجي للزنقه، وهذا اكبر خطا. هنا فين كاين اكبر خطا من انك انت كتصلي بالدره وكتعبدي الله عز وجل بالدره ديالك وكتلبسي الطويل بالدره ديالك، ومن كتخرجي للزنقه كتحيدي الدره وكتحيدي داك الطويل وكتلبسي المزير، تفتنين الناس وتعرضين مفاتنك للرجال. وبزاف ديال الدراري كيسولك واحد السؤال، وهذا السؤال دائما كيتكرر كل عام، كيبقى يتكرر نفس السؤال، تلك اخويا واش إلى أنا قبلت الزوجة ديالي وجهك القبلة كتبطل الصيام ولا ما كتبطل الصيام؟ كل إحساس، أنا أقول كل إحساس بلذة أو نشوة أو صعدت واحد الطاقة اللي جنسية، كل إحساس بلذة أو نشوة جنسية فهو يبطل الصيام. أصبر أخويا، تايفوت المغرب ونساؤكم حرت لكم فاتوا حرتكم أن شئتم، تيفوت المغرب. لو كنت أنت أن عندك واحد الفكر ديال تتأوسر رمضان، عاد كيسولوا بعض الرجال واش إلا قبلت المرأة ديالي واش غادي تبطل لي الصيام ولا ما تبطل الصيام. يفوت المغرب أخويا، تفطر بإذن الله تعالى، استغل داك النهار ديالك، استغلوا في كلام الله عز وجل، استغل النهار ديالك في الاستغفار، استغل النهار ديالك في الخدمة، استغل النهار ديالك في شي حاجة اللي كتفيدك باش الأمور تكون بخير. ومن يفوت إن شاء الله عز وجل يفوت المغرب، وخذ راحتك. وأنت يا أختي الله يجزيك بخير، الله يرحم لك الوالدين، الله يجزيك بخير. إلا كنتي ما كديريش الدرة وكنتي كتلبسي المزير، حاولي في هذا الشهر هذا، هاي تشير إن شاء الله. بدلي الروتين اليومي ديالك، بدلي صيغة اللبس ديالك. لأن كاينين الناس صايمين وشباب صيام باش ما يديوش الذنوب ويتقيدوا عليك أنت. الله يجزيك بخير، أخوك كيطلبك، تقول الله يجزيك بخير، غيري اللبس ديالك، غيري حياتك، ما تبقايش تخرجي لابسة لبس مزير، ما تبقايش أختي تخرجي وأنت لابسة واحد اللبس متبرج وأنت صايمة، متبرجة وأنت صايمة، أنت راه ماشي عالي علينا، لا أنت أختنا، أنت راه بحال بنتنا وأنت أختنا، ولكن نبغيوك الخير كيف كنبغيو نفوسنا. الله يجزيك بخير، وتحيه طيبه للجميع اخوتي، وتقبل الصيام ديالكم. السلام عليكم. لا تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.